صباح النور، بونجور. نعم، كل صباح البكر يوسف يعمل الكارديو نتاعو وهو صايم دائما. نعم، الهدف تاع التنشيف هو دائما لازم تعملو كارديو وانت صايم. ها، فمي راهو يابس من البارح. المهم لازم تعرفوا حاجة في الرياضة، في أي ميدان دائما تتوجه إلى العنصرية بكثرة، لكن انتما لا تدروا، لكن العنصرية فيها. المهم هذم بسنوات طويلة راهم جايبينها ورانا احنا كالعرب، وربي ان شاء الله يجيب الخير. فهمتني ولا لا؟ احنا اللي رانا في الكواليس وحنا راينا نعرف، لكن احنا كاين هذا نتوكلوا عليه والباقي غير زايد. يا الحمامة يا الحمامة ما تخافي، ما والو، يوسف هو جايك. يا حسك وراك في البلاد، كون راني كي الحمامة كي الإمامة، كون طلنا بكم وكليناك ديجا. هاي، السلام عليكم. فوالا، شو زيتي قلت لكم بيرا ناقص 55% معايا ما موتو نوتريسيون. Au bout de 3 jours, moi j'ai reçu ma commande. Hein. Chauffe. Aïe, hello, ma barre. Chauffe. Deux cartons. Voilà, c'est quoi? Un sponsor qui pense à ses athlètes. D'accord? Pour ça allemand, beurre d'amande, ZMA, vitamine C, multivitamine, voilà. Ok, n'oubliez pas, moins 55%, nakhas 55 bilmiya fi gaal sit, bas astamel le côté anavaten. Ana ngoulkom, w naoudha lkom lo kan jat mach haja bahia. والله ما نقول لكم عليهم، لو كان جاي سبونسور تاعي ولا ماشي سبونسور تاعي، كي تعطي الحق حق تقال. السلام عليكم. فيا حلال مش حلال مانيش عارف. المهم انا قبل تدريبات دائما عندي ثلاثة حوايج نحطها في تشيكر قدام ما نونتريني ومن بعد ما نونتريني. شوف نوري لكم انا عادي جدا. ها سالي مينيرال لي سال مينيرو، لا بي سي ا 811، لا جلوتامين. ها هذا وين درت؟ درتهم كاع في تشيكر، خلطهم من بعد وين دوميير قبل لونطريمون نشرب ومن بعد لونطريمون. ودرك وبالنسبه للناس اللي يسقسوا فيا على الالماند، واش مكتوبه هنا؟ هنا واش مكتوبه؟ حلال ياك، حلال سيرتيفيكيتد. شوفوا، وهذا القتال 100% بيستاتشيو. المهم كما قلت لكم يا الناس، الناس تحاول تستخدم روحها، الناس ماشي ما عندهاش الوقت باش تشوه السمعه نتاعهم كيما الشركه ولا حاجه. ماذا بهم هما يستعمروا العالم بالشركه نتاعهم؟ لان علاش؟ لان كواليتي صح، ويخدموا مع الناس كاملين. هذه هي التجاره، اوكي، هذه هي التجاره. المهم كي نقول لكم نوعيه، قال لك كواليتي بيفور كوانتيتي، معناتها النوعيه قبل الكميه. اوكي، سلام. نعم اخويا يوسف، اخويا يوسف خدمته وش هي التدريبات، بطولات والكوتشينج. هذه خدمتي، كل واحد والعمل نتاعو. كما اليوم كانت حصه تدريبيه تاع الكتف، نعم، مع اخي كارلوس الامريكي.
نعم هكا تشوفوا فينا رانا ندربوا كالعادة، حاولوا نوروا لهم قد ما نقدروا ونوروا لكم قد ما نعرفوا كاش ما كاين خبر جديد ولا حاجة، ديروا في حسابكم راكم تشوفوا الأولين راح تعرفوها. أنا نخدمكم مرة ننوعوا لكم تمارينات شاك فوا we do everything you know to change our routine with the workout. نعم دائما بدلوا الروتين كما راكم تشوفوا. لازم تعرفوا حاجة اللي أن العضلة هذه ما تولفهاش إلا بحركة واحدة، ماذا بك دائما غير، إذا تقدر تغير غير، إذا ما قدرتش حاول تفرج على فيديوهاتنا، شوفوا حصة تدريبية كما اليوم وتاع الغضوة ولا كتف تاع السمانة جاية وماشي الدعوة. كما قلت لكم كسر الروتين هذا، ما تخلوش العضلة تولف روحها إلا بالحركة واحدة. نقولها لكم ونعودها لكم، الصبر هي كلش. خليك من الناس يقول لك ما تجيبش فورما، اذا ما عندكش لا سورس ما تجيبش فورما، ما تسمعش ليهم هذو نهائيا. هذه يقولها عقليه لوزر، لوزر منتاليتي، ما عندهمش لانيات، ما عندهمش هذه الاراده العزيمه تعدل القلب ونوصل عليها. تلقى فارغين شغل ودائما دائما سلبيين، ما لا خذها من عندي. انا قال لك تقدر تجيب فورما بدون سورس، صدقني بالله غير تنجم. لازم إلا تعرف الأسرار الحقيقيين، كي تقول عندك الأسرار والله العظيم والله ما يحرقك واحد يزعزك واحد. نعم شوفوا قداش التمارين تاع الكتف كيفاش راني نخدم فيهم باش نجيبوا هذا ال 3D كيما هاك، وهاك تشوفوا راه سنوات وسنوات تدريبات، راه ماشي من نهارك تحوس فرعن، من نهارك تحوس الطير، ما تصراش هذه ما تصراش. وكل عناو أبطال كاملين عبر عالم عناو، لكن كي حطوا في بالهم راح يوصلوا وصلوا. وهذه هي، اعتبر نفسك كبطل، ديماراج تاعك لازم يكون منتاليتي تاع بطل. You have to have this champion mentality from the beginning that you are able to get there. Make a challenge with yourself not with the other. معناتها لازم الانتقام أمام نفسك، نفسك ضد نفسك باش توري بلي قادر توصل. هذا مكان، هذه هي. كما أنا يوسف نافا قالك عمره هذا ما راح يلحق، قالوا هذا ما كان والو لا فورما لا والو، واليوم من هذا مثل الناس تحكي. احنا بطل أبطال أعوذ بالله من كلمتنا، جبنا لهم كارتو برو، طلعنا الأولمبيا، طلعنا الأرنولد، طلعنا الحوايج هذه تاع الناس اللي تحلم باش جيبها في 20 سنة، ويا ربي احنا جبناها ودرناها والحمد لله. باش بالقلب، نعم بالقلب والإرادة وبالحديث الراشي تاع الناس. شفتوا الحديث الراشي هذا اللي يهضروا عليك وكل شيء، عربي راك في طريق النجاح. نعم سبني الغدوة صباح قول انا فرخيص، انا هذه انا فرخيص، ما عليش راك مقير، تزيد لي في الإرادة ودير لي في القلب باش نوري لك براني قادر نوصل. هذا مكان تعليقات سلبي راه ينفع صدقوني، لان الناس ما وصلتش، نهار اللي يوصلوا راهم يعرفوا معناتها. معناتها مش معناتها انسان يعلق عليك بالسيئه معناتها خلاص يدمرك، مش جامي ابدا. هذه العيبه هذه باش يوسف يدمروه ولا قادر ضربهم سلك.